كرش ممكن يجيب لي مرض السكري. تعالوا الآن نتعرف ونشوف شنو ربط بيناتهم، بين المرض السكري وبين السمنة، وليش السمنة هو مصنع لإنتاج مرض السكري. طبعا لا شك ولا ريب، السمنة هو عامل خطر ورئيسي لهواي من المشاكل الصحية، بحيث السمنة تسبب الأصابة بمرض السكري بنسبة 80 إلى 85%، بحيث أن 45% من المصابين بالسكري هم يعانون من السمنة، و 15% منهم يعانون من السمنة المفرطة. يعني أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بالسكري بحوالي 80 مرة ضعف مقارنة بالأشخاص اللي وزنهم صحي ومعتدل. تقدر طبعا من خلال إرسال وزنك والعمر والطول راح تعرف شقد نسبة الوزن الزايد عندك، وشقد الفاصلة بينك وبين السكري، وشنو الطريقة اللي تخلصك من هاي السمنة بشكل سليم ومثالي. السمنة والسكري لا سامح الله إذا انجمعوا يكونون عامل خطير وأساسي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، واللي ممكن تكون السبب الرئيسي للوفاة لا سامح الله، خصوصا بين النساء، مسكينات النساء يعني، بسبب تغييرات الهرمون اللي تصير بجسم المرأة واللي تلعب دور جدا كبير بزيادة هاي المخاطر. طيب شنو هاي العوامل اللي تزيد من خطر إصابتنا بالسمنة والسكري؟ العوامل هواية، ممكن احنا نذكر أهم منها. أول شيء العامل الأهم هو قلة النشاط البدني، وللأسف الآن نرى ما أكثر الخمول، وأيضا هذا اللعب بهذا الموبايل بأوقات طويلة جدا وساعات طويلة، وهذا الأمر هو خطر على كل وظائف الجسم، سواء كان العين أو الحركة والنشاط وما شابه ذلك. وكذلك الأمر الآخر من العوامل اللي تعمل من خطر إصابتنا بالسمنة والسكري هو التدخين، وما راح أدخل بهذا البحث لأن الكل يعرف مخاطر التدخين. الأهم من ذلك أيضا اتباع نظام غذائي مو صحيح، يعني أغلب وجباتنا تكون للأسف الشديد حقيقة مليانة بالدهون ومشبعة بالسكريات، وهاي الأيام ما شاء الله الدليفري شغال وكأنه راح نشوف أكل البيت جاي ينقرض شوي شوي، فلازم إحنا ننتبه لهذه النقطة المهمة جدا. صح بالنهاية طبعا تكون المرأة راحة بتوصل أكل وسريع يجي الأكل، لكن هناك مشاكل جدا كثيرة راح تسبب لنا بعد أخذ هذه الوجبات. والأمر الآخر التوتر، القلق، الاضطراب، وأيضا السهر والنوم القليل. طبعا هذا الأمر ربما الكثير يغفل عنه، السهر أيضا عامل خطير جدا ويؤدي إلى السمنة وربما الإصابة بمرض السكري وقلة النوم، فيجب علينا نلاحظ هذه النقطة ونبين هذه النقطة، ولازم إحنا نشتغل على هاي النقطة. هاي الأمور اللي ذكرتها كلها عوامل تقربنا من السمنة ومن ثم لمرض السكري لا سامح الله. علميا طيب شلون السمنة تسبب السكري؟ السمنة هي عبارة عن دهون تتراكم بالجسم خصوصا بمنطقة البطن، كأنه تتركز هنا، يسموها الدهون الحشوية، وهذا النوع من الدهون يسبب الإصابة بالتهابات الجسم، واللي بدورها تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني، لأن تعتبر السمنة البطنية أو المركزية من أشكال السمنة عالية الخطورة. ترتبط هاي السمنة وتراكم الدهون بمنطقة البطن بالإصابة بمقاومة الإنسولين، بحيث يتم إفراز كميات طبيعية من الإنسولين بس ما تستجيب الخلايا للهرمون، بحيث تسبب ارتفاع السكر بالدم، وبالتالي يستجيب البنكرياس وينتج كميات جدا كبيرة من الإنسولين. والشيء الآخر هو اضطراب التمثيل الغذائي للدهون، يعني تغير السمنة عملية الإيض بالجسم وتسبب هاي التغيرات إطلاق الأنسجة الدهنية لجزئيات الدهون في الدم، واللي ممكن تأثر على استجابة خلايا الإنسولين ويسبب انخفاض حساسية الإنسولين، وتزيد السمنة خطر الإصابة بمرحلة ما قبل السكري، واللي بأغلب الأحيان تتطور وتصير مرض سكري من النوع الثاني. طيب كيف نعالج السمنة؟ يعني علاج السمنة معناها أكيد هو علاج السكري،
والوقاية من الإصابة بهذا المرض الخطير. أول شيء ماذا أفعل؟ حفاظي على وزني، أن يكون وزني معتدل، يساعدني هذا الأمر على علاج مرض السكري بنفس الوقت، وما يحتاج كل المصابين، يعني المصابين بالسكر، أن يتعاطون العلاج ويأخذون طرق العلاج الدوائية. ممكن جداً تقدر تسيطر على هذا المرض من خلال ممارستك للرياضة وأيضاً اتباع نظام غذائي صحي. مارس الرياضة بانتظام، لأن ممارسة الرياضة تلعب دور جداً كبير بنزول الوزن، بس في ملاحظة جداً مهمة، إن نزول الوزن بممارسة الرياضة لحالها وحدها ما تكون كافية، وكذلك يجب علينا أن نتبع نظام غذائي صحي. وهل يا ترى بس اتباعنا لنظام الغذاء الصحي يكون كافي؟ بالتأكيد لا، يجب أن يكونون مع بعض ممارسة الرياضة، وهذه الممارسة الرياضة تكون عن طرق المشي السريع، الجري، ركوب الدراجة الهوائية، وكذلك حتى البايسيكل له دور أيضا، بس لازم بممارسة هذه الأمور، قلنا وحدها ما راح تنفع أبدا بدون ما تلتزم بحمية غذائية مكتوبة على حسب وضعك الصحي. والحمية أيضا ما راح تشتغل بتكون وحدها بدون ما تلتزم بالرياضة، حتى لو بالرياضة تكون منزلية بسيطة، والحمية والرياضة متوفرات تقدر تحصل عليهم بسهولة بمجرد ما ترسل كلمة استشارة برسالة أو تعليق وتحصل عليها. أشوفكم أعزائي بفيديو جديد، ونلتقي على الحب والسلامة. إلى اللقاء.